نروح لتقرير خارجي وهنتكلم فيه عن نموذج مشرف للمرأة المصرية. نروح نشوف التقرير ونرجع تاني نكمل معاكم. تخصص نظم المعلومات من التخصصات التي تقوم عليها جميع المشاريع القومية والتجارية، حيث أنه يساعد الطالب على القيام بتحليل البيانات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل للقيام بتصميم وتطبيق متطلبات المشروع، مما يوفر الجودة العالية للبرامج المقدمة. عملت الماسترز بتاعتي في نظم معلومات في الجزء بتاع ازاي ان انا اعمل رول بيس سيستم في تطبيقات قواعد البيانات ونظم والداتا بيز، وازاي ان انا اقدر اعمل لها ريبريزنتيشن بشكل كويس واستخدم التولز اللي موجوده والتطبيقات بتاعتها علشان خاطر اي حد يبقى عنده رول بيس سيستم، اللي هي كانت مشهوره في الوقت ده بالذات الحاجات اللي هي اكسبرت سيستمز والتطبيقات اللي بتعمل بتطبق الرولز بدون وجود خبير فعلي. فده كان الوقت ده كان جزء بتاع الماسترز بتاعتي. الجزء بتاع الدكتوراه كنت بدأت اطبق بقى التطور بتاعها في مجال البيزنس، بقى ازاي ان احنا نعمل ده في البيزنس، الجزء بتاع الرولز ازاي ان انا اطبقها بقى في زي في الجمارك في الهيلث كير سيستم في كل المؤسسات الحكوميه، ازاي تعمل عليها مونيتورنج واوديتنج، وازاي ان انا ممكن اطلع منها انسايت ومؤشرات ازاي ان في حاجه حصلت مظبوطه او لا. البنات موجود ليها كمان ادوار كتير زي مؤسسه اليونسكو، وفي جوائز مخصصه للبنات وفي مبادرات مخصصه للبنات سواء انترناشونال منح انترناشونال او على مستوى الدوله، بحيث ان هي تنشط الدور بتاعها التنموي والتوعيه اللي موجوده على مستوى البلد وعلى مستوى القطاعات المختلفة من الدولة، مش بس في التعليم وكمان في الصحة وفي إدارة الأعمال وفي البيزنس بقى، القطاعات اللي هي ليها علاقة بالمشاريع الاقتصادية الضخمة. وده موجود في مجالات كتير وتطبيقاته موجودة في مجالات كتير، منها جزء كبير جدا ليه علاقة بالذكاء الاصطناعي اللي هو موجود ككونسبت من زمان جدا، ولكن بدأ يظهر أهمية تطبيقاته على المستوى العام أو مستوى العالم ككل في الفترة الأخيرة. فخلال 3-4 سنين اللي فاتوا بدأ يظهر أكتر كمان مع الأزمة بتاعت COVID-19، إن بقى في عندنا مشاكل إن إحنا مش قادرين نتواصل مع بعضنا بشكل كويس، فبقى أو بشكل مباشر، فبقى عندنا فرصة إن إحنا نتواصل عن طريق التكنولوجيا بشكل أفضل. اهلا بكم مشاهدينا ورجعنا لكم دلوقتي فقره طعم البيوت. الحقيقه موضوع الفقره هو موضوع ان احنا كمصريين الحقيقه بنحب دايما نحافظ على الهويه المصريه. الحفاظ على الهويه المصريه من خلال ثقافتنا، من خلال عاداتنا وتقاليدنا، من خلال الحقيقه حاجات كتيره جدا بتعدي في يومنا ايا كانت بسيطه، ولكن من خلالها هنلاقي ان احنا بنحب وطننا وبنحب ان احنا دايما نحافظ على هويتنا. وده كان مردود مهم جدا من خلال ثورة 30 يونيو اللي كلنا طلعنا فيها علشان نقول ان احنا عايزين نحافظ على هويتنا وثقافتنا وحضارتنا. الحقيقة النهاردة هيكون معانا دكتورة سهير الدمنهوري، وهي أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان، وهنتكلم معاها عن يعني ايه هوية مصرية ويعني ايه ان احنا نطلع أجيالنا تحب بلدها ويكون عندها انتماء. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور ومنورانا. اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك. في البدايه دكتور، يعني الهويه المصريه بنسمعها كتير وبنسمعها ان هي ليها علاقه بالانتماء وليها علاقه بحب الوطن، ولكن معناها ايه بشكل مبسط كده في البدايه؟ بشكل مبسط سواء كان تعريفات اجتماعيه او ثقافيه او حتى نفسيه او سياسيه او غيره، هي عباره عن مجموعه من الخصائص والسمات التي تميز فرد، تميز اسره، تميز جماعة، تميز مجتمع، تميز شعب. تمام. والخصائص والسمات دي احنا بنشكلها نتيجة مقومات هي اللي بتساعدنا لتشكيل هذه الهوية. جميل. المقومات دي هي عبارة عن اللغة، الأخلاق، القيم، الدين، الجغرافيا، التاريخ، البيئة، عادات، تقاليد، أعرف. كل دي مقومات بتساعدنا. بتساعد مين؟ بتساعد الأسرة بداية، اللي هي النواة الأولى اللي بتشكل هوية الفرد. فكل أب وكل أم مثلا، أو الأسرة دي هنقول أسرة مسلمة، أسرة مسيحية، أسرة يهودية، أي ما تكون المعتقدات الدينية بتاعتها أو الدين، فبتشكل ابنها أو بنتها طبقا لهذا إيه؟ المعتقد الديني. تمام. فبتخرجه لي يهودي، بتخرجه لي مسيحي، بتخرجه لي مسلم أو أي معتقد ديني آخر. طيب مع الاختلافات دي كلها،
هل الحفاظ على الهوية المصرية بالأخص بقى الهوية المصرية اللي هي ممكن يكون فيها تشكيلة من الحضارات المختلفة اللي عدت علينا، تشكيلة من العادات والتقاليد والموروثات اللي كلنا متربيين عليها، هل مع التشكيلة دي بتكون زي ما نقول كده عقيدة قوية أو بتكون شخصية قوية للحفاظ على الهوية؟ أكيد طبعا ما فيش شك، زي ما أنا ما بربي ابني إزاي يكون متدين بربيه إزاي يحب وطنه، وبداية حب الوطن من حب أسرته وحب البيئة اللي اتولد فيها، سواء كانت بيئة ريفية صحراوية حضارية ساحلية، هو بيحب بيئته. جميل. اللي بيحب بيئته وبتربى عليها بجد بينميها ما بيخربهاش، ده مهم جدا إن أنا دايما أساعد ولادي على كده، ده بينسحب على حب الوطن بشكل عام، لانه دايما بنطلع من احنا بننزل المفروض في الشرح من العام للخاص، لكن انا بخرج من الخاص للعام في الحب الاكبر. صحيح. وهو حب الوطن. فاذا مش هحب اسرتي مش هحب وطني، اذا مش هحب بيئتي مش هحب وطني، ولا هنتمي لحاجه اساسا. وهتلاقيني في لحظه من اللحظات لما بوصل للسن القانونيه اللي فيها اقدر اخرج من البلد هخرج واروح في اي منطقه اخرى او بيئه تانية او اي مجتمع تاني، ويبقى ولائي له. ده مهم انا افهم الحته دي كويس جدا. فاذا البدايه الرئيسيه في تشكيل سماتي وخصائص هويتي الثقافيه تبدا من تربيتي على ايد امي وابويا. انا بتربى ازاي؟ يعني دي قصه الهويه وتشكيلها. ودايما الهويه ليها جانبين مهمين، جانب نفسي وجانب ثقافي بالأكتر يعني. لأن الثقافة هي اللي بتشكل في النهاية قصة الهوية بتاعتي. أنا أبقى مين؟ أنا أبقى مصري، أنا أبقى أوروبي، أنا أبقى أسيوي، أنا أبقى أمريكي، حسب ما أنا عايزة. لما أتشكل في البداية وإذا رفضت هذه الهوية في لحظة أو مرحلة عمرية معينة وهي مرحلة النضج، ببدأ أخرج من الهوية اللي اترسمت لي، لأن الهوية عبارة عن رموز رمز. أنا بخرج ابني أو بنتي بشربه معنى الرمز. أنا مصري، يعني إيه مصري؟ إيه بقى رمز مصر؟ العلم. صحيح. فإذا كنت أنا بشوف العلم وبحبه وحاسة أن أنا نفسي أحضنه كده وانتمي إليه وامسكه في إيدي، يبقى أنا هنا وطنية 100%، مفيش شك، مصرية حتى النخاع. لكن في ناس تبص للعلم باستهزاء. مش شرط يكون مصري، اي علم بتاع بلده. صحيح. بيشعر انه بيستهزئ بهذا الرمز المهم. يبقى على كلام حضرتك ان التربيه من البدايه هي اهم شيء في الحفاظ على الهويه والانتماء. يعني اطفالنا من هم صغيرين طبعا مع التطور التكنولوجي والانفتاح على الانترنت ومع وجود المعلومات، وحتى من هم سن صغير جدا بيقدروا ان هم يستخدموا التكنولوجيا، هنا دورنا ازاي بيكون موجود ان انا احافظ واخلي ابني من وهو صغير يعرف يعني ايه كلمه وطن، يعرف يعني ايه كلمه انتماء، يعرف يعني ايه ان هو لو وطنه اللي هو مولود فيه ومتربي فيه بخير وهو اللي بيرفقه دايما بيحبه، في ساعتها هيكون في حب للوطن وهيعود عليه. الافلام الكرتونيه مثلا لما بوريها لابني او بنتي اللي بيقعدوا من صغرهم من سن 3 و4 سنين ويمكن كمان قبل، قاعد بيتفرج على فيلم كرتوني بيتكلم عن المجتمع الصحراوي في دوله من الدول العربيه الخليجيه مثلا، ابص الاقيه بعد شويه بيتكلم نفس اللهجه ونفس اللغه. صحيح. يبقى هنا هو عمل ايه؟ هو خرج من رموز لغته الى رموز لغه اخرى مش بتاعته. بس كون انه متوحد مع التاب، مع الايفون، مع التليفون، وعمال يتفرج اكتر عدد ساعات ممكنه في اليوم الواحد، ده بيحصل ايه؟ هنا بيتغذى، بتغرس فيه ثقافه اخرى. صحيح. هذه الثقافه هتكسبه هويه مش بتاعته. يبقى الفيديوز او استخدام التكنولوجيا من هما صغيرين كده لازم اراقب واشوف هما بيتفرجوا على ايه، لان ده بيفرق في هويتهم. صحيح. هو ده دور الام طول الوقت، مش هقول الاب لان الاب خارج بره العالم الداخلي. صحيح. وبيشتغل، لكن الام هي اللي قاعده عماله تبص وتشوف. وخدي بالك ده المراه على مستوى العالم هي اول بني ادم يغرس الهويه الثقافيه. حب الوطن. صحيح. الهويه الثقافيه. في يوم من الايام كنت نازله بدرس جنوب سيناء، وبعد ما خدناها من الجانب الاخر وكنت بدرس الدكتوراه بتاعتي وقتها، ولقيت طفل صغير عنده زي 6 سنوات عند مينا نويبع، فجريت عليه بسلم عليه وبكلمه،
وانا عارفه قيمه الطفل الذكر في المجتمعات الصحراويه. ولنا ان نتخيل بمجرد ما بقول له انت دلوقتي انت فرحان وسعيد ان هيبقى في مدرسه تخشها وتتعلم اللغه بجد وتتعلم حاجات كتير في حياتك ولانك انت مصري في المقام الاول بقول له كده. تفتكر الطفل ابو 6 سنوات ده بيقول لي ايه؟ ايه بقى؟ ما اقدرش انسى القصه. شوفي عدى عليا سنين طويله انا ما اقدرش انسى الرد، ولكن انتماء للمكان. بصي الرد انا ما مصري انا عربي. 6 سنوات يقول جمله زي دي، لو انا عملت لها تحليل سوسيولوجي وانثروبولوجي وكالتشر يتكتب فيها كتب. يتكتب فيها كتب ان الطفل ابو 6 سنين بيقول لك انا ما مصري انا عربي. خدي بالك ظروف الناس دي شكلها عامل ازاي. عاشوا كام سنه وهم بعيد عن نطاق الدولة بجد. لكن الحقيقة دلوقتي بقى فيه اهتمام من دلوقتي اختلفت الأمور من خلال المدارس، من خلال الحملات اللي بتنزل لهم، من خلال فعلا هو طبعاً. انت انتمائك الأول والأخير هو ده التغيير بقى اللي احنا صحيح. ايه بنرصده في دراستنا صحيح. قبل ما يبقى فيه توطين بجد وبعد التوطين، يا ترى اختلفت فكرة الانتماء والوطنية عند هذا الطفل ولا لا؟ أكيد هتختلف. طيب لو هنتكلم عن ثورة 30 يونيو، وهنا بنقول إن ثورة 30 يونيو وعلاقتها علاقة وثيقة جدا بالهوية المصرية، لأن احنا كلنا الحقيقة لما خرجنا لبحث عن الهوية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية. حضرتك بتشوفي ده إزاي وبتشوفي مدى أهميته بحفاظنا على الهوية المصرية؟ هو احنا ما خرجناش نبحث عن هويتنا في 30 يونيو. احنا هويتنا معروفة ومتحددة لها كل رموزها وحياتنا احنا فاهمينها. صحيح. بس احنا خرجنا نعمل ايه؟ نحافظ عليها. احنا خرجنا نأكد للجماعات الرافضة لهذا النظام مثلا او للوطن بالطريقة اللي هم رافضينها، خرجنا نقول لهم فوقوا احنا مصريين حتى النخاع، مش انتوا اللي هتعلمونا ازاي نعرف نحب وطننا صحيح. او نحافظ عليه داخليا وخارجيا، مش انتوا. احنا هنعرف ازاي نحمي حقوقنا، اصل الهوية حقوق. ما يعني ايه انت هويتك مصرية؟ يعني ايه؟ يعني انت ليكي حقوق في هذه البلد ولا لا؟ ايوه ليا حقوق. هي فين؟ انت خرجتي هذه الحقوق مالها بتسلب منك صحيح، فانت خارجه بترديها لنفسك تاني وبتاكدي بالوقفه الصامده القويه اللي كلها صلابه، بتقولي للعالم كله مش للجامعات دي بس انا مصريه حتى النخاع، واعرف ازاي احافظ على ارضي وعرضي واعرف كمان احافظ على مكتسباتي كلها صحيح. فإذا ما كنتش أنا مربية وابني وبنتي بجد على هذا الانتماء وهذه الوطنية اللي بجد اللي بتغذي كل شرايينه وعروقه، مش بس دم اللي بيجري فيها. أنا بقول له إذا ما أنت ما حافظتش على هذه الأرض والوطن هتبقى بلا هوية، هتبقى بلا ملامح. أنت مين من ده كله؟ لا أقف. عشان كده عندنا شباب كتير توفت وبقت فعلا شهداء لهذه الثورة وما قبلها. تصدقيني لو ما كانش ده حصل اعتقد كانت مصر دي ما اعرفش راحت فين او كانت في خبر كان صحيح. والحقيقة ان احنا ماشيين في المسار الصحيح، وكل يوم بنفرح اكتر، وكل يوم بيبقى فيه حاجة تشرفنا وحاجة نبقى بنفتخر بيها. ولكن خليني برضو اقول عن دور الشائعات اللي ممكن تكون موجودة بشكل كبير، دور الشباب اللي ممكن يكون يعني محتاجين ان احنا برضو يبقى في لغه حوار نوصل له من خلالها انتماء، ولكن مش بطريقه تبقى مباشره، لان حضرتك عارفه برضو لو الطريقه مباشره يعني انا اكيد مش هجيب ولد صغير اقول له انت لازم تحب مصر، هقول له كده ولكن بافعال وبكلمات تانية بحيث ان هو فعلا يطلع عنده حب للانتماء للمكان بلده. اكيد ما فيش شك. يعني لما الدوله بتعمل حاجات كتير جدا دلوقتي وقبل في واحنا لامسينها قوي، مثلا بتعمل لك السيوله المروريه، بتعمل لك شبكه مرور خطيره جدا بتربط بيها المحافظات مصر بحالها صحيح. عشان تيسر لك امر اذا كنت عايزه تعملي نشاط اقتصادي، استثمارات جايه لك من الخارج، ده حاجه جميله جدا. انا هنا مش هشعر بوطنيتي، مش هشعر بانتمائي الوطني ان في حاجه حلوه هتحصل لي وبتحصل لي، اكيد انا هشعر بيها صحيح. اكيد لو انا ليا علاقات خارجيه انا كمان عن طريق النت، عن طريق اي حاجه او عن طريق شغل ومهنتي، هتكلم حلوه قوي عن بلدي وانقل صوره محترمه بحيث ان انا اعمل ايه جذب
لكل الناس اللي بره دي تيجي تشتغل عندي وتشغل كل شبابنا. ده مهم جدا، مش دي وطنية وده انتماء وطني؟ صحيح، اكيد جدا. انتماء وطني لما الام تقول لابنها انا عندي مدارس اهي كتير كذا وكذا، اختار اختار، شوف الاختيار، بتعودي ابنك وبتعلميه ان عنده حرية. كلمة الحرية هي ملمح مهم جدا من ملامح الهوية الثقافية، فيحس ان انا الله ده انا عندي حرية وبمارسها. خدي بالك انا ممكن يبقى عندي حرية بس مقيدة الايدي، ما بعرفش امارس الحرية بتاعتي. طب همارسها ازاي اذا ما كانش عندي من يعاوني؟ والتربية كمان على الحرية بمفهومها داخل نطاق الاسرة. صحيح. بتقول لي كل الكلام ده كله. صحيح. لما اجي ابني يقول لي طب انا عايز مثلا اروح في مكان اتفرج على حاجه ثقافيه، اقول له اه ده انا عندي مراكز ثقافيه، عندي كذا، عندي اوبرا، عندي مش عارف ايه، تعالى شوف اعمل سوي خلي. مثلا عاوز يبقى عنده مهارات بنميها كويس عن طريق مؤسسات. هي مؤسسات الدوله دي عباره عن ايه؟ ما هي دي بتاكد لي ان انا ليا الحق فيها. اذا انا عندي انتماء للوطن. لما بلاقي كل ده متاح، كلما زاد المتاح وزادت الحريات ومعاها الممارسة بتاعت الحرية، فأنا وطنية في صحيح. المقام الأول. صحيح. لو هنتكلم بقى عن الحفاظ على مفردات اللغة ومفردات التاريخ، وأعرف ابني وأعرف شبابنا بأهمية هذه المفردات وهذه المعاني الجميلة، بالأخص كمان أن أنا يعني لازم يعني أن أنا أفتخر بمصريتي، ازاي ده نوصله لاطفالنا والاجيال الجديده؟ بصي انا كنت قريب قوي بناقش رساله دكتوراه في جامعه اسوان. على فكره جامعه اسوان من الجامعات الشابه الجميله الخارجه بقوه علميه مهمه جدا. وعمري كله انا ما شفتش مشروع يعني او الانتهاء من مشروع السد العالي وتحويل مسار المياه. طبعا. انا اسمع عنها اقرا عنها لكن انا ما شفتهاش. وانس انا رحت عشان اناقش، وبعد المناقشه بيسالوني هم هناك طبعا ناس كرامه جدا عايزين يفسحوني. طيب يا دكتوره تحبي تتفسحي فين؟ قلت لهم انا عايزه اشوف المكان اللي تحولت منه الميه في السد بعد انشاء السد العالي. اخذوني بصراحه ودوني هناك عند رمز الصداقة وعند السد العالي، ودخلوني طبعا غرفة كبيرة محترمة جدا في اي بي معروفة يعني وزراء ومحافظين والشخصيات الكبيرة. دخلت افتكرت هيفرجوني على بروشورات مثلا فوجئت لقيت شاشة عرض كبيرة جدا في القاعة. الله. واتفتحت الشاشة على ان في فيلم فيديو شوفي من سنة 60 لغاية دلوقتي محتفظين بيه. شوفي كام سنة حضرتك. والله العظيم مش عايزه اقول لك، هنا انت بتستدعي حضارتك الاصيله. هنا انت بتستدعي تاريخك المشرف والماضي الجميل اللي احنا خارجين منه ولغايه الان ماشيين فيه وعلى هديه. ان انا مصريه، فخوره ان انا مصريه. لما تلاقي الفيديو بيعلن لك الفيلم رائع، مش ممكن، ايه الجمال ده وايه الروعه دي وايه مشاركه الناس النوبيين وقتها والاسوانيه في هذه الاحتفاليه الرهيبه. وجمال عبد الناصر الزعيم الجميل الله يرحمه موجود في اللانش الكبير بيتابع حدث تاريخي لحد دلوقتي موجود. بالله عليكي لو فيلم زي ده وثائقي رائع عن حدث مهم جدا والى الان بنشرب من ميه السد. صحيح. واذا ما كانش السد كان زماننا غرقنا من سنين طويله واراضينا الزراعيه تقلصت. فين فيلم زي ده لما المفروض يذاع في كل المدارس الابتدائيه والاعداديه والثانويه وايضا في الجامعات؟ صحيح. يعزز هنا بقى بديله معلومه وفي نفس الوقت بتعززي هويتك ولا لا؟ صحيح طبعا. ده اللي انا بقول عليه. وانا قلت كتبت لهم ده في دفتر الزيارات وقلت الكومنت ده لكل المسؤولين جوه. ارجوكم ارجوكم عرفوا اولادنا. هنا انت بداتي صح واشتغلتي صح على الهويه المصريه الثقافيه المهمه. صحيح. انك بتقولي لاولادنا شوفوا مصر، شوفوا عملنا ايه، شوفوا سوينا ايه، شوف كنا فين وبقينا فين. اهو ده جانب مهم. زياره الاثار بتاعتك كتير بيتشككوا وبيشككوا ولادنا. لا هو انتوا ايه حضاره حجاره؟ لا احنا مش حضاره حجاره.
ابدا. اقدم حضاره ده في التاريخ، احنا حضاره علم صحيح في كل التخصصات، حضاره لحد دلوقتي بيدرسوها في العالم كله من كده. كتر ما فيها اسرار مش عارفين يتوقعوا ازاي قدروا يوصلوا للحاجات طبعاً. دي يعني ده بره قد ايه. شوف الاحترام الشديد لما بروح الاماكن الاثريه دي، انا هنا او في المنيا او في قنا او في اسوان او في الاقصر، والله العظيم بحس ان الاجنبي بيتعبد قصاد الحدث قدامه. لا هو مش شايفها حجاره، هو شايفها علوم مختلفه صحيح. حصلت قدامه، هيحترم بلدي ولا مش هيحترمها؟ هيحترمها من باب اولى احنا ولادنا. هنا انت بتعملي ايه في الهويه؟ بتقصليها بتغرسيها صح، ده اللي احنا محتاجينه على فكره. وحاجات كتير جدا، انت عندك حضاره قديمه وعندك حضاره حديثه صحيح. اتكلمي عن كل الحداثه اللي حصلت لك والمشروعات المهمه اللي غيرت شكل مصر للافضل. ما هي دي عباره عن ايه؟ بتحطي هويتي في اطار مهم جدا ثقافي وبتقولي لي خدي بالك انت مش شويه ولا قليله في العالم، ده انت مصر. صحيح دي حقيقة طبعا. ولكن خلينا نتكلم عن فكرة بقى المجتمع، يعني فكرة لما يكون في حدث مهم زي ده، في ان انا اودي اولادي المتاحف الحقيقة ومفيش احلى منها، وبيتم كمان افتتاح وتطوير الكثير من المناطق الأثرية. هل ده دور البيت ولا دور المدرسة ولا دور الأسرة مع المدرسة في ان انا اخلق جيل متكامل عنده حب للوطن، عنده عارف يعني ايه ثقافة، عارف يعني ايه مكان ممكن يكون ناس بتجيله من العالم كله لمجرد ان هي تتعرف على حضارتنا وتاريخنا؟ شوفي ده سؤال مهم جدا 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 حقيقي. انا ما اقدرش يعني اثقل على عاتق الاسرة لوحدها بانها منوطة بكل الكلام ده كله، لان احنا مؤسسات كلها بتشترك في النهاية في تحديد ملامح الهوية بتاعتك، منها بداية الاسرة، المدرسة، النادي، جامعات الأصدقاء، الجامعة. هي ما الجامعة ليها دور على فكرة مهم جدا صحيح. دي فيها وكالة مهمة وليها نائب كمان مهم بس لشؤون البيئة والمجتمع. معنى الوكالة دي أو معنى أنه يكون في عندك نائب رئيس جامعة منوط بالجزئية دي، يعني معناها أنه بيشتغل حلو قوي على غرس هذه المفاهيم والثقافة المختلفة المميزة في وجدان الطلاب، سواء كان طلاب مدارس أو طلاب جامعات. وبكده بدأنا نقول أيوة كلنا بنحط إيدينا مع بعض وبنتكاتف في إيه؟ في غرس الهوية الثقافية اللي من أساسها هو الانتماء للأرض وللبيئة وللوطن. ده مهم جدا. إذن مش الأسرة لوحدها. أيام زمان على أيامي كنا في المدرسة كان لينا حصة مخصوص بينزلوا فيها فصل فصل، يعني كل أسبوع ممكن فصلين، ده لو كان عدد الفصول كتير. بيعملوا إيه؟ بيحطوا شاشة عرض كبيرة جدا. كنت الأول مرة في حياتي وأنا في أولى تانية ابتدائي أشوف شاشة سينما رهيبة جوه المدرسة. جوه المدرسة ويحطوا لنا كراسي منتهى الاحترام، مش هيقعدونا على الارض. ورغم ان انا كانت مدرستي مدرسه حكوميه، كان على ايامي مفيش حاجه اسمها درس خاص. أيوة ولا صحيح. لغات ولا الكلام اللي شفناه صحيح. انا شفت في مدرسه حكوميه، لكن كانت حقيقي المدارس الحكوميه مش عايزه اقول لك شكلها كان عامل ازاي واستراتيجيتها عامله ازاي، بتشتغل حلو قوي على الثقافه. فكنا نقعد ويفتحوا لنا شاشه العرض ويجيبوا لنا الافلام الوثائقيه عن مصر. الله جميله جدا، فكره والله ممتاز. دي حقيقه. الحصه كلها ساعه الا ربع، ساعه الا ربع سيادتك بتتفرجي وانت طفله صغيره على فيلم وثائقي بيحببك في مصر. كبرنا ودخلنا الاعدادي نفس القصه. في الثانوي بقى كانت في انشطه تانية مختلفه، فما كانش في الشاشه بتاعت العرض دي. لان احنا لما كبرنا في الثانوي بقى عندنا احنا شخصيتنا بقى ايه المميزه، خلاص الشخصيه كده اتكونت من الصغر. وزي ما حضرتك بتقولي لو انا اطفالي هم صغيرين هم في المدارس زي تحيه العلم، اللي ده شيء بيبقى مهم جدا في كل المدارس، بشوف علم بلدي مرفوع، بقف وقفه مظبوطه، بعرف هنا احترام وحب الوطن. وزي ما حضرتك قلتي برضو فكره الافلام الوثائقيه، ان انا اخدهم وننزل ونتفرج على حاجات كتيره جدا. كمان الخروجات المتاحف ما بتبقاش مكلفه خالص، اسعار التذاكر بتبقى بشيء مخفض جدا وبالاخص كمان للطلاب. فاحنا فعلا ما لناش حجه، احنا لو رحنا وشفنا ده كله شفنا ماضينا طبعاً. هنفتخر بحضارتنا وهنشتغل عليه. مصريه صحيح. فكرتيني كمان وحضرتك بتتكلمي
في انه زمان برضو لما كبرنا شويه بقى بقينا نطلب نروح سينما. قولي مثلا في اولى اعدادي تانية اعدادي يعني كانت لينا الرغبه نخش سينما. تمام. فكانوا اهالينا يدخلونا. اوكي. تعرفي حضرتك ان كان قبل اي فيلم تتفرجي عليه كان في حاجه اسمها الجريده اليوميه او الجريده الاسبوعيه. جميل. عباره عن 10 دقائق وبعديها استراحه. وبعديها الفيلم اللي انت داخلاه. لك ان تتصوري قد ايه العشر دقايق الاولين مهمين جدا. والله يا ربي مهمين. انا لغايه دلوقتي افتكر انه العشر دقايق اللي فيها بتتفرجي على الجريده الاسبوعيه او اليوميه انت ونصيبك بقى. تبصي تلاقي يجيب لك الاحداث كلها اللي حصلت في مصر وفي العالم. صحيح. ثقافه غير مباشره. دلوقتي فين الجريده دي؟ صحيح. افكار كلها فعلا لو رجعنا ليها هنلاقي ان هي طبعا هتبقى مفيده جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور ونورتينا في تعاملك. شكرا لحضرتك.